فريق في بي بن خيار ترجع للكره من سريات يلعب الكره في وسط الميدان مع بن زيد ليشتي بن زيد والتسدي من فارس السيدي وتو كره تصل خويشه والتسدي الاجابه من وسيم سريات يتصدى بطريقه ممتازه وسيم سريات بن زيد يلعب الكره الشتوي يلعب الكره مع يوسف الغانمي الغانمي حاول يدخل يصوب والسيدي ممتاز لعلي عماره علي عماره ترجع لشتوي توصل لصبح سعيد صبح يعمل الفانت على التمريره شتوي وفارس السيدي بكل قوه يتصدى بكلتا يديه ترجع الكره للسياساش عن طريق فيئة التركي فيئة التمريره قطعت إمكانية تعميق الفارق سيدي ينجح فارس السيدي ينجح فارس السيدي ويسجل النقطة للشتوي لبن زيد محمد أمين بن زيد لفيا سالم فيا يسدد فارس السيدي يتصدى فارس السيدي وحكم المباراة ابن خيار الكرة للبعث محاولة المرور ترجع مرة أخرى للبعث عن طريق رامي 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 يدخل رامي حاول يصوب رامي لكن باللعب السلبي من حكمي المباراة التمريرة في سالم يسدد فارس السيدي ممتاز جدا فارسية ووسيم السريات بكل انضباط يتصدى ويواصل التألق أو الأسبقية في الفترة الثانية فارس السيدي فارس السيدي فارس النادي الهلالي يقول لا ويتصدى للكرة الأخيرة تصدي بتصدي تحدي بتحدي القلال صبحي سعيد يلعب الكرة مع حمزة زواوي وتصدي من حارس المرمى وسط البعث الرياضي بابن خيار من أجل التعادل السواوي ولا السيدي يتصدى فارس السيدي المذبي عنده الكرة تصل الكرة بهجمة مرتدة وفارس السيدي فارس السيدي تصديات خرافية نعم إبداع نعم إمتاع نعم إقناع نعم 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 المباراة كاملة لا يريد التفريط في نقاط المباراة رامي سعيد صبحي سعيد صبحي سعيد صبحي سعيد البعث الرياضي بابن خيار رامي يلعب الكرة مع الهادر يا سيدي رامي رامي يدخل رامي اوه به التصدي وضربة 7 امتار ضربة 7 امتار 59 دقيقة لعب و30 ثانية اخر الكرات تمريرة على مستوى الجناح يا سيدي اوه ممتاز ممتاز فارس السيدي ممتاز جدا فارس السيدي اخر الكرات اخر الهجمات فارس السيدي يخلي الامل فارس السيدي يعطي الحل فارس السيدي هو الكل هو الكل